يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما معنى قول تدرأ الحدود بالشبهات؟ نعم، مثل ما سمعتم، مثل ما سمعتم، إذا كان جاهل ما يعرف الحكم يدرى عنه الحد بشبهة الجهل. إذا كان يقول أنه ظن أنها زوجته، ما درى أنها أجنبية، ظن أنها زوجته، يدرى عنه الحد بهذا، لأنه ممكن أنه يتوهم. نعم فضيلة الشيخ. أو مثلا عقد عليها عقدا فاسدا بدون شهود أو بدون ولي، وظن أنه عقد صحيح وأعطيها، يدرى عنه الحد في هذا، لأن هذه شبهة. نعم.